يا نهار ابيض، بيت بيقع ولا ايه؟ ما هو كله من المهرجانات. سألت نفسي كتير، ايه سبب حب الناس للمهرجانات يا واد سعفان؟ ايه اللي يخلي يعني الواحد يسيب المطرب ابو صوت حلو واغاني عاملينها له شعراء كبار وملحنين خبره ويروح يسمع الكلام ده؟ بس ما لقيتش اجابه. المهرجانات بتسمع في كومباوندات التجمع وبتسمع عندنا هنا في كومباوند الضرب الاحمر. مين فينا ما سمعش مهرجان الزمن الجميل؟ طب شحط محك خد فوق وتحت. مين فينا ما سمعش رائعه الفنان الكبير حسن شاكوش شقلطوني في بحر بيره؟ ودي بالمناسبه السيمفونيه ال17 من دفتر الاحوال المدنيه. المهرجانات دي قدرت تعمل اللي محدش يقدر يعمله. المهرجانات هي الوحيدة اللي حققت العدالة الاجتماعية. عايشة بترقص على عود البطل، وعيشة بترقص على عود البطل. المشكلة انك بعد ما تسمع وترقص تقول لروحك ايه التفاهة اللي انا فيها دي، فتقوم شايل احساس الذنب من على روحك وتعلقه على شماعة بتوع المهرجانات وتبرأ نفسك ويبقى هم المتهمين. اسمع كلامة متهم. فين يا جماعة سفنجة الطقم ده؟ تمام كده يا مصطفى؟ خلف الأسوار وتصور الجاني أنا الجريمة لحظة ولا يعرف أنا العقاب أيضا يأتي في لحظة. عندما غنت الفنانة راحلة ذكرى يوم ليك ويوم عليك مش كل يوم معاك، يوم ليك ويوم عليك والليلة ضاع هواك، كانت تدق ناقوس الخطر لكل مطربي المهرجانات. وما حدث في جريمة هذا الأسبوع درس قاسي لكل مطربي المهرجانات ولمستمعيهم أيضا، ينتهي بهم الطريق إلى طريق مسدود، طريق الفضيحة والهلاك وضياع الباقة فيما لا ينفع. صباح الخير. السلام عليكم. لا معايا الحلقة الجاية مش ناسياك، براء إن شاء الله. ومعانا النهاردة أحد مطربي المهرجانات التائبين اللي بطلوا يعملوا مثل هذه الأعمال الفنية اللي ياما دمرت كثير من الشباب. نتعرف بيك. هيثم. هيثم، بس مش ده الاسم الوارد في الملف، انت بازوكا. مع حضرتك بعد ما قبضوا عليا يعني المصنفات الفنية وخدت عقابي وطبت قررت اغير اسمي واسميه هيثم، وناوي ان شاء الله كده يعني اجيب شعر على جنب. احكي لنا بقى يا هيثم، موضوع المهرجانات ده بدأ معاك ازاي؟ الحكاية ابتدت معايا سعادتك بكلمات زي طحن، جامدة، مفتيكة، عالسكة وعالجدول، لحد ما الشيطان سعادتك، الشيطان سعادتك غواني وخلاني أقول تسيبيني أكره حياتي وسنيني أشرب خمور وحشيش. لا لا يا فندم، أنا برنامجي برنامج عائلي، ما يصحش السادة المشاهدين يسمعوا ولا يشوفوا الألفاظ دي. عندك حق، عندك حق سعادتك، وأنا آسف لكل الجماهير العائلية، أنا ما ينفعش أقول كده. أنت اللي قلت ترجع متأخر؟ لا لا، مش أنا بغيب؟ لا لا، وسط الفرافير؟ لا لا، تسهر وتزيد؟ لا لا، ولما هو لا لا، مين اللي قال الكلام ده؟ أنا ما بنكرش حضرتك، بس هي الأغنية ذات نفسها اسمها كده. لا لا لا. قد يميزه رب الكون بميزة ولم يعرف قط هذه الميزة وأساء استخدامها واستغلها في طريق الضلال إلى أن جاء رجال الجيزة بنفس عزيزة وأنهوا كل شيء. أيها السادة المشاهدين، أثناء ضبط المدى وهيثم تم تحريز بعض الأحراز التي تحتوي على محتوى فاسد. هيثم، إيه الحاجات دي؟ دي فلايش سعادتك، فلايش. أفندم؟ فلايش ذاكرة ومضية تستخدم في الحاسوب سعادتك. فلاشات؟ أيوة فلايش سعادتك، ودي سيديهات اللي هي أقراص مدمنة عليها كل أعمال يعني. ندمان؟ ندمان والله سعادتك، منهم لله، منهم لله البيس والسكسكة، كانوا عاملين حضرتك والله. ايه مظاهر الطوبة اللي انت عايشها دلوقتي؟ حضرتك دلوقتي سعادتك انا بقيت بسمع باخ وشوبان ونيتشه. بس نيتشه ده فيلسوف. ايوه سعادتك، ما انا بسمع مؤلفاته الصوتية، انا صحيح ما بعرفش اقرا بس بكتب سعادتك. رائع، وايه كمان؟ وعبير نعمة وعزيز مرقة. بص سعادتك ما بسيبش اي حد اسمه ملخبط كده اللي ما بسمع له الحمد لله. الله، امل دنقل؟ طبعا سعادتك دي شعيرتي المفضله، انا بس سعادتك اخرج من هنا واللي هلمحه بيسمع مهرجانات همرجحه وهلم عليه الناس واعمل من خده مداس. هتبلغ عنه؟ طبعا سعادتك، طبعا لازم كلنا ننهض بالمنتجع اللي احنا فيه عشان نبني جنين جديد سعادتك ونبقى يعني نرتقي بالذوق المرتقي بتاع العام. نفسك ما بتروحش كده انك تكتب اغنيه او اي حاجه؟ لا سعادتك لا. قول بجد. مستحيل سعادتك اكتب تاني، يعني مثلا الشيطان امبارح كان راكبني كده وقلت اكتب اغنيه بتقول يا صاحب الدنيا دوارة معرفتك جاية بخسارة
عملتك انا برجوله طلعت خايم بجداره. باي باي خلاص زمن الوحوش، بقينا خلاص في زمن الفلوس. يا صاحبي خف عشان تعوم، ما بقيتش جنبي وقت اللزوم. اما منكم عينيا شافت، بس الصحاب في الشده بانت والحكايه باتت ماتت. ما سيبش حق انا مش ساكت، بس ما كتبتهاش سعادتك. استعذت بالله وقمت صليت ركعتين يعني. احسنت يا هيثم. طيب تحب توجه اي كلمه لاي حد من خلال برنامجنا؟ انا احب اقول لسعادتك، لكل شاب داخل المجال او خارج المجال او ناوي يخش المجال، ما لا يقتلني يجعلني اقوى. فريدريك نيتشه، غصن الاوسان، 1/3 8. وده ايه علاقته بالموضوع؟ لا سعادتك ملوش علاقه، بس انا يعني حافظها كده يعني. إلى هنا أعزائي المشاهدين نصل إلى نهاية حلقتنا، وكما نقول الجريمة لا تفيد، وإلى لقاء آخر في برنامجكم خلف الأسوار.